السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الطلبة. النهاردة درس أسلوب الاختصاص، درس سهل وبسيط. عايزك بس تفتكر معايا كده، لما كنت بقول أنا مصري، إيه الإعراب هنا؟ أنا مبتدأ أو ضمير في محل رفع مبتدأ، ومصري هي اللي بتكمل معنى الجملة، فمصري هنا خبر. طيب، أنا المصري أحب بلادي، هنا اللي بيتمم معنى الجملة اختلف. فين اللي بيتمم أنا أحب بلادي؟ طب والمصري هنا مكانها ايه؟ هو ده بقى درسنا النهارده، درس الاسلوب الاختصاص. لما بقول انا المصري فدوت اسم بيوضح لي الضمير، بيفسر لي الضمير. انا مين؟ انا العربي، انا المصري، انا المدرس. فالكلمه ديت بتوضح لي انا بتكلم عن مين، اسم ظاهر يفسر الضمير قبله وبعد كده تكمله الجمله عادي. تعالوا نشوف مثال. أنا المصري أحب أجدادي. قلنا هنبدأ بضمير، والضمير ده بيكون غائب أو مخاطب. وبعد كده الاسم اللي بيفصل الضمير، أنا المصري وبعد كده أحب أجدادي تكملة الجملة. لما بقول أنا إعرابها إيه؟ ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. فين الخبر بتاعها؟ الجملة الفعلية. المصري مكانها إيه؟ قلنا لسه بنفسر انا مين. يعني ينفع نحذفها يا مستر؟ ينفع نحذفها، تمام. بقول ان هي اسم ظاهر مكانه بيفسر اللي قبله، بس احيانا بيجي بين شرطتين واحيانا لا. فانت مش الشرطتين هما اللي يحكموك، لا، انه يكون بيفسر الضمير اللي قبله. انا ممكن اجيب لك اي كلمه بين شرطتين وبس ما تكونش بتفسر الضمير اللي قبله، فلازم تفسر الضمير اللي قبلها وينفع ان انا احذفها. واعرابها ايه؟ المختص بيبقى مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني أو أقصد، فبيبقى هو دوت المختص وده إعرابه. المختص بيبقى ليه ثلاث صور. لما أجي أقول لحضرتك لنا المصريين حضارة، المختص هنا في ألف ولام. علينا أبناء الوطن حماية البلد، المختص هنا كلمتين يعني مضاف ومضاف إليه. أنتم أيها الرجال أو أنتن أيتها المعلمات، يبقى إيه اللي جاي بعد أنت أو أنتم أو أنتن؟ أيها، فلفظة أيها وأيتها هي المختص، مش اللي بعد أيها وأيتها، لفظة أيها وأيتها نفسها. فبقول اللفظة بتاعت أيها وأيتها إعرابها إيه؟ بقول عليها اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به مختص، وطبعا الهاء للتنبيه. فاكرين لما كانت بتيجي ايها وايتها منادى؟ لو انا قلت لحضرتك نحن ايها المصريون مخلصون، يبقى نحن مبتدا ومخلصون خبر، وايها المصريون ده منادى. ليه؟ لانه ما فسرش نحن. إنما لما أقول أنتم أيها المصريون مخلصون، يبقى هنا أيها عائدة على الضمير، تبقى أيها هنا هي فعل المختص. طيب، أيها وأيتها عرفنا إعرابها، بنقول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص. اللي بعد أيها وأيتها فاكرين كان بيبقى إعرابه إيه؟ لو هو مشتق بيبقى نعت، لو هو جامد اسم جامد بيبقى بدل. لو أيها الرجال، الرجال دي جامد، يبقى بدل مرفوع. أيتها المعلمات، المعلمات مشتق، يبقى نعت مرفوع. طيب، نايس، أقول لك حاجة أخيرة في الدرس دوت، لأنه درس صغير وبسيط. إعراب خصوصا وخاصة، وخاصة ليها وجهين. خصوصا وخاصة لو جم في جملة زي كده، أحب الطلاب خصوصا المتفوق. خصوصا هنا أو خاصة مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أخص، يعني أخص خصوصا، أحب الطلاب وأخص خصوصا. طب والمتفوق اللي بعدها هو ده بقى المختص، مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص المتفوق. يبقى مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أخص، والمتفوق مفعول به
لفعل محذوف تقديره أخص، إنما خاصة لو جت في آخر الجملة بتبقى حال. أحب المصريين خاصة، وسكت يبقى دي كده حال.